منار الرحماني بيه. حمو الرحماني. اتفضل اتفضل. حمو بيت الايجارنا هنا في الكومباوند. والله خير وصدفه سعاده الباشا. انا لمحت حسام باشا داخل الكومباوند وقلت ضروري اللي انا اشرب معاه القهوه. بس ما طلعتش حلوه. هي ايه دي؟ القهوه. حاكمين المصريين ليهم نفس تاني غير اي نفس. اه والله. سيبك بقى من الاثيوبيين. ربنا يجازيهم ويديهم على قد نيتهم. طب انا هعملها لحضرتك بايديا. مش عايزين نتعبوكي. لا ازاي؟ حضرتك ضيفنا. وانا كمان فنجان يا حبيبتي لو سمحتي. حسام باشا بيشربها على الريحه ازاي؟ عارفه. ما تاخذنيش يا حسام باشا. اني مخلي البساط احمدي، حاكمني انا ابن بلد، ماليش بقى في الاتيكيت والكرافطات وجو الحفلاطه ده. لا خد راحتك، خد راحتك يا حبيبي. اوعى تكون اتضايقت، لو وراك مصلحه واي شغل اجي لك فوق التاني. لا ازاي؟ مين اللي هيشرب القهوه؟ هنشربها بعدين. لا خلاص المدام بتعملها. اه ربنا يخليها لك. خلاص نشربوا القهوه وبعدين نتكلوا على الله. عقبال ما كده نشرب شربات النونه. سوما جو. صفوان بيه بقى من الناس التقال اللي يتعدوا على ايد الواحد. اه راجل تقيل لازم اعرفك عليه، هتستفاد منه ياما. يعني هو بيشتغل ايه يعني؟ في المراكب. اه عنده مراكب ياما في عرض البحر لمؤاخذه بينقل بيها بضايع. يعني عنده شركه نقل بحري يعني؟ اللهم صل على النبي عليك، عنده شركه نقل بحري وبري وجوي كمان. اكيد حضرتك تعرفه، صفوان القاسم. اظن فعلا سمعت الاسم ده. احنا فيها، انا هعرفك عليه دلوقتي حالا. ليه بركه غيرك؟ اه صفوان باشا زي ما عليك. ما عليك كنت قاعد مع راجل زي العسل وجبنا سيرتك بكل خير والله. حسام بيه علاب. اه طبعا سعادتك نار على العالم. طيب خد مس عليه. اتفضل يا باشا. صفوان بيه كلمه قول الو. الو اهلا يا صفوان بيه. يعني الرحماني بيه بيشكر في حضرتك جدا. ان شاء الله نتقابل على خير. اتفضلوا معاك يا ابو حسن. يا باشا طب اخلص معادي واكلم سعادتك. في امان الله. اتفضل. تعبناكي معانا يا هاني. لا ابدا انا عملت لك القهوه بايدي. ما تحرمش من ايدي. اتفضل حسام باشا. لا 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 دي بتاعت حضرتك. احنا الاثنين بنشربها على الريحه. لا اصل لا ده 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 فنجان حسام اللي بيحب يشرب فيه. فعلا الفنجان ده انا بحبه. طب بعد اذنك ارد على المكالمه دي. اتفضل. ايوه دي ريشه. طب هكلمك بعدين. طب استأذن انا يا باشا معلش جات لي مصلحه على السخان. طب والقهوه؟ لا نشربها شربات بقى المره الجايه ان شاء الله. بعد اذنك. تشرفت. سلام يا هاني.